سياسة تعزيز الوجود في أسواق الشرق الأوسط قادت 150 عارضا للمشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات، فطرحوا 9 طرازات جديدة على مستوى العالم وأكثر من 50 طرازا على مستوى المنطقة. حضور صانعي السيارات الفاخرة كان لافتا هنا، هؤلاء يتوقعون أن تشهد مبيعاتهم نموا بنسبة 20% هذا العام. لذلك وبإلهام من آلة البيانو طرحت BMW سيارتها شتاينوي بسعر يبلغ 750 ألف درهم. رولز رويس سلطت الضوء على ريفيرا فانتوم كوبي بنحو 2,200,000 درهم. فيراري كشفت عن سيارتها 458 سبايدر بسعر يبدأ من 1,000,000 درهم. بالنسبة لعشاق السيارات الفارهة لا تشكل هذه الأسعار أي تحد بالنسبة للشراء، خاصة الأغنياء منهم. كما أن الأزمات المالية التي عاصفت بالعالم شرقا وغربا لم تؤثر على المبيعات حسب إفصاحات كبار المصنعين. فأغلب الشركات أعلنت عن تحقيق نتائج جيدة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. مع بيع أكثر من 5,600 سيارة بالمنطقة، سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لا زال هو الأول. وإن شاء الله هدفنا إنه نخلص هالسنة بنسبة 25%. The Middle East region is for us a very important market, and we have seen very. الشرق الأوسط سوق مهم لنا، ونرى نموا جيدا فيه، خاصة وأن مبيعاتنا ارتفعت هذا العام 30%. في الفترة الحالية احنا حققنا نجاح في نمو في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11%، حققنا بالنسبة لسوق الإمارات نمو بنسبة 28%. قطاع السيارات المتوسطة يشهد أيضا نشاطا ملحوظا عبر تكيفه مع الظروف المالية والقوانين الجديدة، لا سيما ما أقره المركزي الإماراتي بتسديد 20% من قيمة السيارة عند الشراء. تأثرنا شوية بالأول لحتى نقدر نفهم الرولز أو القوانين اللي عم بيحطوها، بس بعدين تأقلمنا مع القوانين الجديدة. بفتكر القوانين بتساعد. في الشرق الأوسط امتلاك السيارة هو المطلب الثاني بعد امتلاك المنزل. هذه الثقافة الدارجة هنا هي المحرك الرئيس لنمو قطاع السيارات رغما عن الأزمات المالية وانكماش حجم سيولة رجال الأعمال والمستهلكين العاديين. من دبي، جمعة كاش، العربية.